صباح البارح في الطوبيس ديال شي دراري كانوا تيغتصبوا واحد الدريه مختله عقليه شويه. المهم هذوك يستحقوا اعدام شي بالنسبه ليا عقوبه حبسيه، يستحقوا اشد العقاب. حتى هذيك الدريه دابا ضاعت، هذيك الدريه دابا اللي اغتصبوا هذوك خمسه الناس، دابا شنو دابا هما مشاو وخا يدوزوا كاع العقوبه، هي شنو هي كيفاش غتبقى عايشه في هذا المجتمع؟ كيفاش يستحقوا العقاب الشديد، وزعما ماشي يتعاقبوا او ميم طون يكونوا خايدين لا ليبرتي ديالهم. العقاب بمعنى الكلمه. قلت لك الحبس اقل مغتصب بالنسبه ليا هو الاعدام، لان ديك الفتاه المجتمع ما غيرحمهاش، اولا غيبداو يهضروا عليها هذيك راه مغتصبه، واولا وحتى الانسان اللي جا يخطبها ولا شي حاجه غيقولوا ليه لا هذيك راه ما عندهاش شرف او لا خرجت الطايق او لا شي حاجه. كما قالت الاعدام هو اقل ممكن اقل عقوبه يمكن نعطيوها لشي مغتصب، لحقاش راه ما كيغتصب ماشي يعني كيبقى عندها اثار نفسيه بزاف. خصو يتعاقب وخصو يمشي يدير مع القانون، يدير مع اجراءات وهذه الشيء اللي كاين. اكبر عقاب هو زعما يكون اقصى ما يمكن يكون، ويزيدوا عليه هكاك شويه، لان هذيك تقدر تكون اختي، تقدر تكون بنتي، تقدر تكون مرتي، تقدر تكون. بالنسبه ليا خاصهم بحال هادو، خاصهم باش نقول لك مؤبد باش شي واحد ما يعاود هذا الشيء اللي داروا. بالنسبه لي انا يعني البنات اش خاصهم يديروا؟ باين لي خاصهم يديروا واقيلا التيكوند ولا شي حاجه باش يقدروا يحميوا راسهم من بحال هاد الافعال. بالنسبه للناس اللي كيغتصبوا اللي كان القانون فوق الجميع، هادو خصهم الاعدام. هادو نحت الله سبحانه وتعالى في القران بالنسبه بحال هادو خصهم يتعذبوا ويتلفوا من الارض. اذا الاجرام اللي كيديروه شياطين الانس، كنتمنوا على الله باش يعطيهم العقوبه اللي يستحقوا، باش ياخذوا الردع، باش يكونوا مثل الاخرين.